النهارده ان شاء الله هنشرح الامبروبر انتجرالز، انتجريشن من a الى b f of x dx. عشان احسب الانتجريشن ده لازم يتوفر عندي شرطين. ايه هما الشرطين؟ اول شرط ان لازم الفانكشن f of x تكون continuous على الانترفال من A إلى B. تاني كونديشن إن لازم حدود التكامل A و B يكونوا باوندد. يعني إيه باوندد؟ يعني ما ينفعش A تكون infinity أو minus infinity، وما ينفعش B تكون infinity أو minus infinity. دول الشرطين لو اتحققوا اقدر احسب الانتجريشن. طب لو واحد فيهم ما اتحققش، اذا فقدنا اي شرط من الشرطين بسمي الانتجريشن بتاعي امبروبر انتجرال. طيب خلينا نشوف اكزامبل على الامبروبر انتجرالز. اكزامبل مثلا لو قلت لك مثلا انتجريشن بالشكل ده، انتجريشن من 1 الى انفينيتي لين x over x squared dx. هل التو كونديشنز هنا متحققين؟ لا، التو كونديشنز هنا مش متحققين. ليه مش متحققين يا شباب؟ لان هنا عندي البي بانفينيتي، البي هنا بانفينيتي. طالما البي بانفينيتي يعني الكونديشن الثاني متحققش، تمام؟ يبقى اذا الانتجريشن ده بسميه امبروبر انتجرال. وهنشوف ازاي نعالج الانتجريشن ده وازاي نحله بشكل مظبوط. طب خلينا نشوف اكزامبل كمان. عندي انتجريشن بالشكل ده، انتجريشن من 0 الى 1 اوفر روت اكس دي اكس. هلاقي ان الكونديشن الاول مش متحقق، لان عندي هنا الفانكشن اوف 0 بكام؟ ب 1 over root 0 ده بانفينيتي. يبقى اذا الفانكشن مالها؟ الفانكشن undefined. طالما الفانكشن undefined يعني الفانكشن عندي مالها؟ الفانكشن عندي not continuous. عندي مين؟ عندي الزيرو. يبقى اذا ده الانتجريشن ده كمان improper integral. ايه المشكلة عندي في الامبروبر انتجرال؟ ان انا لو جيت حسبتها هتلاقي ان القيمة بتاعتها مش مظبوطة. طب ازاي احل الامبروبر انتجرالز؟ عشان تحل الامبروبر انتجرالز لازم الاول تحدد هل هو من تايب 1 ولا من تايب 2. يبقى عندي تو تايبس، عندي نوعين من الامبروبر انتجرالز او التكاملات المعتله. هل هو من تايب 1 ولا من تايب 2؟ خلينا نشوف كل نوع ونشوف ازاي نحله. لو الامبروبر انتجرال بتاعك من تايب 1 امتى اقول الانتجريشن بتاعي امبروبر انتجرال من تايب 1؟ لو كان احد حدود التكامل او الحدين بتوع التكامل فيهم انفينيتي او ماينس انفينيتي. يعني لو عندك انتجريشن بالشكل ده من a الى انفينيتي f of x dx، طبعا هنا في عندك انفينيتي، يبقى ده امبروبر انتجرال وبسميه امبروبر انتجرال من تايب 1. عندك الانتجريشن بتاعك بالشكل ده، انتجريشن من ماينس انفينيتي الى بي اف اوف اكس دي اكس، بقول ان الانتجريشن ده امبروبر انتجريشن من تايب 1. ليه؟ بدايه حدود التكامل بماينس انفينيتي. لو عندك الانتجريشن بتاعك من ماينس انفينيتي الى انفينيتي او العكس، بقول برضو ان ده امبروبر انتجرال من تايب 1. ازاي ابدا احل الامبروبر انتجرال من تايب 1؟ خلينا نشوف. مثلا لو عايزين نحل انتجريشن بالشكل ده، لو انا عايز احل الانتجريشن بالشكل ده بحله ازاي؟ بيكون عندي انتجريشن من a الى انفينيتي، طبعا الa هنا بيكون اي رقم كونستانت، الفانكشن f of x dx
اول حاجه بعملها ان انا بستبدل الانفينيتي باي ليتر بي، بشيل انفينيتي واحط مكانها اي ليتر بي واكتب الانتجريشن بتاعي بشكل عادي. باخد الليمت لما البي اتند تو كام؟ تو انفينيتي. معنى كده ان انا بحسب الانتجريشن من a لبي، بحسب الليمت للناتج بتاع الانتجريشن. طب في الحالة بي، في الحالة بي بيكون لو انا عندي انتجريشن من ماينس انفينيتي الى اي رقم بي لفانكشن اف اوف اكس دي اكس، طبعا ده امبروبر انتجرال من تايب 1. هستبدل الماينس انفينيتي باي ليتر ايه، وهستبدل الماينس انفينيتي باي ليتر ايه، والبي تنزل زي ما هي اف اوف اكس دي اكس. وبعدين باخد الليمت لما الاي اتند تو كام؟ تو ماينس انفينيتي. في الحالة الثالثة، في الحالة الثالثة بيكون عندي حدود تكامل من ماينس انفينيتي إلى انفينيتي. بعملها ازاي؟ في الحالة دي بفترض إن عندي نقطة سي في النص، فبقول انتجريشن من ماينس انفينيتي إلى انفينيتي اف اوف اكس دي اكس. بقسم طبعا هنا من ماينس انفينيتي الى انفينيتي، هقسم الانتجريشن الى تو انتجريشنز، انتجريشن من ماينس انفينيتي الى اي نمبر سي بلس انتجريشن من سي الى انفينيتي. طبعا انا عندي حدود تكامل بتكون من ماينس انفينيتي الى انفينيتي، فانا هفترض اي نقطة سي في النص كده، وباخد الانتجريشن الاول من ماينس انفينيتي الى سي. ومن سي الى انفينيتي. السي هنا بيكون اي نمبر. في الحالة دي ده امبروبر انتجريشن من تايب 1. الحالة ايه؟ الحالة بي، الحالة بي. و الانتجريشن التاني امبروبر انتجريشن من تايب 1 بس الحالة ايه؟ الحالة ايه. وبالتالي تعتبر الحالة دي هي عبارة عن الحالة ايه والحالة بي مع بعض. يبقى إذا الانتجريشن ده هو عبارة عن هشيل الماينس انفينيتي وأحط مكانها A إلى C f of x dx، ده ليميت لما ال A attend to minus infinity. في الحالة دي هشيل الانفينيتي وأحط مكانها اي نمبر بي، واخد الليمت لما البي اتند تو ايه؟ تو الانفينيتي اف اوف اكس دي اكس. يبقى دي التلات حالات اللي عندي في تايب 1 وازاي نحله. خلينا نشوف اكزامبل نخلي بالنا من نقطه مهمه جدا. التلات حالات اللي عندي دول لو كان قيمه تكامل قيمة محددة، يعني قيمة محددة يعني مش انفينيتي، بنقول ان الانتجريشن ده ماله؟ بنقول ان الانتجريشن ده كونفيرجنت. يعني ايه كونفيرجنت؟ يعني تقاربي. لكن لو القيمة بتاعته
قيمة غير محددة، غير محددة، بنقول إن الانتجريشن ماله تباعدي divergent. هنا بيقول لك evaluate integration من 1 إلى infinity لين x over x squared dx. طبعا هنا نتيجة إن أنا عندي infinity في حدود التكامل ده بدأ أوتوماتيك، ده improper integral من type 1. من type 1، طب أي حالة فيهم A ولا B ولا C؟ طبعا ده واضح جدا إن ده الحالة A. ده الحالة A عندي. طب في الحالة A بحل إزاي الانتجريشن؟ integration من 1 إلى infinity ln x over x square dx من ال 1، وبدل infinity هكتب ايه؟ هكتب مكانها اي letter b، باخد الليمت لما ال b attend to كام؟ attend to infinity ل function عندي اللي هي ln x over x square dx. هبدأ الأول أحل الانتجريشن عادي خالص وانسى الليمت، يبقى مش هروح عند الليمت دلوقتي، أحل الانتجريشن بتاعي عادي خالص. ده انتجريشن يا شباب، ده انتجريشن انتجريشن اقدر ان انا احله بالباي بارت، فاذا هحل الانتجريشن بتاعي ده بالباي بارت. هفترض هنا عشان احله بالباي بارت هختار مين اليو ومين الدي في. انا هختار ان اليو بي لين اكس، وبالتالي الدي يو اللي هي مين؟ طبعا ديريفاتيف لين اكس اللي هي 1 over x dx. طب ال dv، ال dv هختارها ب 1 over x square، يبقى اذا ال v اللي هي مين؟ ال v اللي هي minus 1 over x. طب ايه هي الرول بتاعت الانتجريشن باي بارت؟ انتجريشن u dv equal u v minus integration v du. يبقى إذن الانتجريشن بتاعي هو عبارة عن الليمت b attend to infinity، وطبق الرول بتاعت الباي بارت. طبعا لما نطبق الرول بتاعت الباي بارت u v، مين اليو عندي؟ اليو هنا اللي هي لين اكس ولين اكس، والفي اللي هي مين؟ الفي اللي هي ماينس 1 اوفر اكس. طبعا هنا حدود التكامل بتاعتي من كام لكام يا شباب؟ من 1 ل بي، فمن 1 الى بي ماينس انتجريشن v، v اللي هي minus 1 over x du، du اللي هي مين؟ اللي هي 1 over x dx، يبقى 1 over x square dx، وحدود الانتجريشن بتاعتي من 1 إلى b. يبقى إذن هنحل الانتجريشن ده. عارفين من قواعد الانتجريشن، انتجريشن ل minus 1 over x square dx اللي هو مين؟ اللي هو 1 over x. يبقى إذن ده يديني limit b attend to infinity إلى minus ln x over x وده b 1 over x، وحدود التكامل عندي من 1 إلى b. طبعا هنعوض بالحد العلوي ماينص الحد السفلي، يديني إن ده عبارة عن limit b attend to infinity
ماينس لين بي اوفر بي ماينس ماينس تبقى بلس لين 1 اوفر 1. طبعا لين 1 احنا عارفينها انها بكام، لين 1 بزيرو ماينس 1 اوفر اكس، يبقى نشيل اكس ونعوض عنها ب بي، يبقى 1 اوفر بي ماينس ماينس ببلس 1 اوفر 1 ب1. هنبدا بعد كده، احنا كده حسبنا قيمه الانتجريشن، نبدا ناخد الليمت للانتجريشن، نبدا نحسب قيمه الليمت للانتجريشن. الليمت بتاعنا يبقى عباره عن ليمت ماينس لين بي اوفر بي، والبي اتند تو كام؟ تو انفينيتي، ماينس 1 اوفر بي بلس 1. طبعا لما تعوض عن اللين بي بانفينيتي يديك انفينيتي اوفر انفينيتي، فهتطبق قاعده مين؟ قاعده لوبيتال. طب قاعده لوبيتال بتطبقها ازاي؟ بتعمل ديريفيتيف للنيومريتور لوحده وديريفيتيف للديمينيتور لوحده، يبقى هتفاضل البسط وحده ويتفاضل المقام لوحده، بدأ يديك ليميت. طبعا ديريفيتيف لين بي اللي هي 1 اوفر بي، وديريفيتيف البي في الديمينيتور اللي هي مين؟ بي بي، لانك انت بتفاضل بالنسبه لبي هنا. يبقى ليميت لما بي اتين تو انفينيتي ماينس 1 اوفر بي بلس 1. لما تعوض عن ال b attend to infinity يديك ان ده b 0 minus 0 plus 1، يبقى اذا قيمة الانتجريشن بتاعي هنا بكام؟ ب 1. طب هل 1 ده قيمة محددة ولا قيمة غير محددة؟ طبعا دي قيمة محددة، يبقى اذا الانتجريشن بتاعه convergent ولا divergent. احنا عارفين لو قيمة الانتجريشن بتاعنا قيمة محددة بنقول ان convergent يعني تقاربي. كده نكون حلينا المسألة بتاعتنا. عايزين نحل انتجريشن من ماينس انفينيتي إلى انفينيتي دي اكس اوفر 1 بلس اكس سكوير. طبعا ده امبروبر انتجرال، ليه؟ لأن الحد السفلي للانتجريشن بماينس انفينيتي والحد العلوي للانتجريشن ده بانفينيتي، يبقى ده امبروبر انتجريشن من تايب 1 والحالة التالتة. هنعمل إيه؟ زي ما قلنا لما يكون عندك انتجريشن من ماينس انفينيتي إلى انفينيتي بتختار نقطة في النص سي وتقسم عليها الانتجريشن. انتجريشن من ماينس انفينيتي إلى انفينيتي دي اكس اوفر 1 بلس اكس سكوير، ده هو عبارة عن انتجريشن من ماينس انفينيتي إلى السي. بلس انتجريشن من السي الى انفينيتي. طبعا دي اللي هي الحالة A تايب 1 ودي الحالة B في تايب 1. طبعا هنا يا شباب عندي الانتجريشن بتاعي من A الى C ومن C الى B. هنا ممكن نفترض ان السي هي لمين يا شباب؟ ممكن نفترض ان السي هي زيرو، بالتالي اقدر اكتب الانتجريشن بتاعي ازاي؟ اقدر اكتب ان الانتجريشن بتاعي هو عبارة عن انتجريشن ليميت when a attend to minus infinity انتجريشن من a الى سي. سي اللي هي مين يا شباب؟ سي انا اخترتها بزيرو، تمام. دي اكس اوفر 1 بلس اكس سكوير، والانتجريشن الثاني اللي هو ليميت ون بي اتند تو انفينيتي انتجريشن من سي، سي اللي هي بزيرو الى بي.
دي اكس اوفر 1 بلس اكس سكوير. طبعا هتلاحظ ان الانتجريشن بتاعنا هنا هو عباره عن مجموع تو انتجريشنز، يبقى ممكن اسمي الانتجريشن الاول ده اي 1 واسمي الانتجريشن الثاني ده اي 2، وفي الحاله دي يبقى الانتجريشن الكلي بتاعي هو عباره عن مجموع الانتجريشن الاول اي 1 بلس الانتجريشن الثاني اللي هو اي 2. هبدا احل كل انتجريشن لوحده كله، يبقى اذا الاي 1 اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو ليميت اون a تند تو ماينس انفينيتي انتجريشن من a الى الزيرو دي اكس اوفر 1 بلس اكس سكوير. احنا عارفين يا شباب من قواعد الانتجريشن انتجريشن دي اكس اوفر 1 بلس اكس سكوير ده اللي هو مين يا شباب؟ ايوه بالظبط، اللي هو تان انفرس تان انفرس اكس. فاذا ليميت ان ال a attend to minus infinity، طبعا قلنا ان نتيجة الانتجريشن ده اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو تان انفرس، فتان انفرس من a الى زيرو، يبقى اذا ده عبارة عن ليميت لما a attend to minus infinity tan inverse minus tan inverse a. طبعا احنا عارفين ان tan inverse 0 ب 0، هيتبقى عندي ان الانتجريشن الاول عبارة عن ايه؟ طبعا في عندي اشارة نيجاتيف هنا، يبقى minus limit minus limit a attend to minus infinity tan inverse a. يبقى هحسب الليمت، يبقى هشيل ال a واعوض عنها بماينس انفينيتي، اديني ماينس. طب tan inverse minus infinity اللي هي بكام يا شباب؟ ايوه اللي هي minus by over 2. اذا minus minus by over 2 اللي هي بكام؟ by over 2. يبقى إذا قيمة الانتجريشن الأول بكام؟ بباي أوفر 2. هنبدأ دلوقتي نحل الانتجريشن الثاني. فعندي هنا الانتجريشن الثاني، عندي هنا الانتجريشن الثاني اللي هو ده. يبقى إذا I2 يساوي integration من 0 إلى b dx over 1 plus x square، والليمت بتاعي لما b attend to كام؟ attend to infinity. احنا عارفين ان ده هو عبارة عن tan inverse x التكامل بتاعتي من 0 الى b، وناخد الليمت لما b attend to infinity. يبقى اذا هعوض بالحد العلوي، يبقى tan inverse b minus tan inverse 0. طب tan inverse 0 كام؟ ب 0. إذن يتبقى عندي limit when b attend to infinity tan inverse b، طبعا هعوض عن b infinity. احنا عارفين tan inverse infinity بكام يا شباب؟ b by over 2. يبقى إذن الانتجريشن الثاني بكام؟ بباي اوفر 2. احنا عارفين ان الانتجريشن الكلي هو عبارة عن مين؟ الانتجريشن الاول زائد الانتجريشن الثاني. الانتجريشن الاول حسبناه بكام يا شباب؟ الانتجريشن الاول حسبناه بباي اوفر 2،
والانتجريشن التاني ب باي اوفر 2، واذا باي اوفر 2 بلس باي اوفر 2 ب باي. طبعا هنا الانتجريشن بتاعي بباي، وبالتالي قيمته قيمة ديفايند محددة، بالتالي الانتجريشن ده ماله شباب؟ كونفيرجنت.